الأخبار اللي حصلت امبارح كان منها أيضاً إن مجموعة كان منها أيضاً تقديم أكثر من 35 مليون و352 ألف خدمة مجانية بحملة 100 يوم صحة. وكان منها أيضاً إن وزارة العمل أعلنت عن 5183 فرصة عمل جديدة في 78 شركة ب 15 محافظة. كمان معانا دورة تدريبية في القانون الدولي للكوادر الأمنية بأكاديمية الشرطة، خلينا نتابع التفاصيل وتفاصيل تانية في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أعلن عن تقديم 35 مليون 352 ألف و554 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء أمس الخميس 22 أغسطس، وده في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية اللي بتعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص، وأفادت أنها تلقت طلبات من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 5183 وظائف متوفرة الآن في عدد من التخصصات منها الأصحاب القدرات الخاصة أو ذوي الهمم، وده برواتب مجزية بتحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي. وجهت الوزارة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف. امبارح أعلنت وزارة الداخلية أن أكاديمية الشرطة نظمت دورة تدريبية للكوادر الأمنية بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار استراتيجية وزارة الداخلية اللي بترتكز في أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك. واختتمت بمقر مركز بحوث الشرطة بالأكاديمية فعاليات الدورة التدريبية الرابعة اللي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.